باب جديد. اذا التغيير في التشكيله، اذا روزيكي اخذ مكانه، هذا هو اللاعب روزيكي شهاب الليلي. اذا تذكير بتشكيله الترجي الرياضي التونسي: معاذ بن شريفيه، ايهاب المباركي، ايمن بن محمد، شمس الدين الذوادي. المراكز والخطه، كرة على مستوى القائم الثاني، فرصة من جانب الترجي الرياضي التونسي وفوق المرمى محمد زعبية. هجوم جديد محمد زعبية، والهجوم من جانب الترجي الرياضي التونسي. نشوفوا محمد زعبية، محمد زعبية في مناطق الافريقي، محمد زعبية وفرصة كبيرة للتسجيل يضيعها محمد زعبية بعد مجهود وافتكاك الكرة انطلاقا من وسط الميدان. ثاني مرة محمد زعبية في وضعية سانحة للتسجيل. ما ثم أمامه كان فخر الدين الجزيري، حاول وضع الكرة في زاوية صعبة، يخلي مكانه اللاعب القادم الساعة بالنادي الرياضي البنزرتي علي المشاني. متابعة للكرة الثابتة للأفريقي والحارس معاذ بن شريفية، والمطالبة بهفوة ضد الترجي في مناطق الجزاء. شوفوا غازي عيادي وبلال العيفة مع الحكم نضال بالطيف. كرة باش ترجع، شوفوا الكرة الأخيرة بالنسبة لماتيو روزيكي، ومباشرة لحارس الترجي الرياضي التونسي غازي عيادي. المطالبة محمد زعبية مباشرة للمنافس لصابر خليفة ماتيو روزيكي. روزيكي روزيكي ينتظر الحلول، سليمان كشوك، روزيكي يصوب، روزيكي والتغطية حاسمة في اتجاه معاذ بن شريفية. وسام بن يحيى، هشام بالقروي، وماتيو روزيكي، والحارس معاذ بن شريفية يفسخ هدف محقق لفريق باب جديد. ابراهيم الشناحي، ابراهيم الشناحي، وسام بن يحيى، والوضعية متواصلة وفرصة أخرى من جانب فريق باب جديد، ونفس اللاعب في ظرف وسيس يضيع زوز فرص ثانية حال التسجيل. الإفريقي كان قريب من أحداث الفارق. معاذ بن شريفية ينقذ الموقف، ترجع الكرة لإبراهيم الشناحي، إبراهيم الشناحي في تصويبة راجعة وصدمت بلاعب الترجي، ومحاولة أخرى أحمد خليل، أحمد خليل ينجم يصوب، أحمد خليل والحارس معاذ بن شريفية. ممتاز معاذ بن شريفية، مرة أخرى معاذ بن شريفية يتفادى هدف محقق للأفريقي. أكيد نحترم قرارة الحكم، إن شاء الله تكون كلها صايبة. وشفنا منذ قليل الكرة الأخيرة من أحمد خليل، التصويبة والحارس معاذ بن شريفية. يمنع الترجي مرة أخرى معاذ بن شريفية من هدف محقق، يعوض إبراهيم الشنيحي. الدربي رقم 12 لأسامة الدراجي، قلت في رصيده أسرع هدف في لقاء الأجوار بالتحديد جوان 2011، بعد 9 ثواني سجل في مباراة كان فيها المدرب فوزي البنزرتي مع الترجي الرياضي التونسي، مع النادي الأفريقي عفوا. ونبيل معلول هو مدرب الترجي الرياضي التونسي. إذا رقم جديد في الدربي بقميص آخر. أسامة كرة بصعوبة من سليمان كشوك، روزيكي، روزيكي التوزيعة، وثم غازي عيادي وأيمن بن محمد، والكرة توصل صابر خليفة، وصابر خليفة والهدف، الهدف للإفريقي عن طريق صابر خليفة. قاعد الإفريقي في أول دربي في سيجلو، في أول بالطبع أول هدف في سيجلو صابر خليفة بزي الإفريقي، يسجل أول هدف في سيجلو في لقاء الترجي والإفريقي مع تقمصه لزي الفريقين. إذا صابر خليفة في وقت حاسم من لقاء الأجوار بين الإفريقي والترجي يهتدي للتسجيل بعد كرة من دفاع الإفريقي
وغازي عيادي في الترويض، وصابر خليفة اللاعب المخضرم يتمكن من التسجيل في وقت حاسم من لقاء دربي وتزامن مع دخول أسامة دراجي. قلت مباراة تنبأ بالتسجيل بأحداث الفارق باهتزاز الشباك، والقائد صابر خليفة يتمكن من التسجيل ومن اللاعبين اللي لعبوا بزي الفريقين بكرة حاسمة بكرة دقيقة يتمكن من أحداث الفارق صابر خليفة لصالح النادي الأفريقي. هدف مقابل صفر، مباراة أوفت بوعودها من ناحية تشويق، من ناحية أيضا الدفاع من جانب لاعبي الفريقين. شاهد الإعادة، غازي عيادي، غازي عيادي إلى صابر خليفة، خبرة صابر خليفة بداخل الرجل اليمنى يتمكن من أحداث الفارق ومغلط الحارس معاذ بن شريفية. هدف مقابل صفر لفريق بلد جديد، آخر فوز ماي 2015 من أقدام عماد المنيوي، وإنذار ضد صابر خليفة. قلت تقمص زي الفريقين ورغم الخبرة متاعه لأول مرة صابر خليفة أوفى بوعوده. لقى الأجوار بين الترجي والإفريقي، إذن هدف مقابل صفر للإفريقي والترجي، ما زالت لقاءات بين الفريقين في مرحلة تتويج. أوفى اللقاء بوعوده من